نحن قدام كنيسة مار يوسف نسلم على كل الأحبة اللي اليوم ب 22 الشهر يلتفوا حول قدي شربل حتى نقدر مع قدي شربل نشكر ربنا على كل النعم اللي عم يعطينا بها عم يعطينا إياها بحياتنا. قدي شربل حياته كانت كتير خصوصية نابعة من روحانية القديس مارون اللي عاش بالعراق وبرا، وبالتالي هالمسيرة اللي عم تنطلق من رعية مار يوسف باللافال لحتى توصل لدير مارمتانيوس بالأوترما مطرح ما موجودين دخير القديس شربل كل 22 الشهر بتعبر عن هالمسيرة بالعراق بالهوى الطلق مهما كان التأس قاسي بالصيف وبالشتاء عن إيمان كل الأحبة اللي عم يمشوا بهالمسيرة. نصلي اليوم بالإضافة إلى نية هالمسيرة على نية رعيتنا بمار يوسف باللافال حتى ربنا يحط النعمة حتى تتأكد أكثر هوية رعيتنا الناشئة واللي عم نسعى قد ما فينا حتى أولادنا فيها يقدروا يعيشوا حياتهم مسيحية. وأيضا من ناحية تانية بما أنه نحن ست كنايس بموريال، ست كنايس مارونية وجماعة مسيحية بتعيش إيمانها، كمان العلاقة بين الرعاية بموريال تكون عم تتوثق من خلال الوحدة حول قديسينا اللي بيجمعونا بهالوقت المقدس من حياتنا. صلي مع كل أولادنا اللي اليوم رح ينطلقوا بهالمسيرة اللي موجودين هون قدام الكنيسة واللي رح يلتقيوا بعدين على الطريق بالمجموعة اللي عم تمشي حتى ربنا يعطيهم النعم اللازمة بحياتهم يقدروا يعيشوا إيمانهم بقوة وبصلابة وبعزم ويحط النعمة بحياة عيالهم تتبقى عيال مسيحية صادقة وسخية. آمين. وأهلا وسهلا فيكم بهالقديس. مثل كل 22 هو قديس مميز لأنه في مندخل أكثر بالروحانية بالعمق، نترك يمكن المظاهر على جنب. اليوم 22 أيار في عنا ثلاث مناسبات بتجمعنا، هي طبعا كل 22 يلي منصلي فيه للرب حتى بشفاعة مار شربل أحبائنا يلي هني عم بيعينوا من المرض أو من الألم، الرب يقويهم ويعطيهم الشفاء بشفاعة مار شربل. اليوم 22 أيار هو أيضاً عيد القديسة ريتا يلي هي شفيعة الأمور المستعصية، وبتعرفوا نحن أيضاً 22 أيار هو بقلب الشهر المريمي مار شربل، فإذن القديس والقديسة ريتا ومريم العذراء هن أحبائي، ثلاث وجوه ثلاث طرق للقداسة إذا بدكن هن نبع القداسة، لكن نعرف أنه بالنبع المهم مش النبع المي، وانتو بتعرفوا أنه يسوع هو المي هو يلي بيقدس، نحن القديسين لازم يوصلونا ليسوع مش لازم نوقف عندهم. فإذن هو هن ثلاث مناسبات يلي تجمعنا منصلي فإذن لأحبائنا المرضى بعد شوي رح نذكر لهم أسماءهم. نحب كمان نصلي لشخصين كانوا دايماً مرافقيننا ب 22 وهلا بعضهم عم بيرافقونا بس صاروا بتاني ميل، خاصة عماد ديكو سيقب اليوم 40 نهار لانتقاله للسماء. نذكر كمان بصلاتنا سمر أبو سليمان يلي هني بقلب الله. هالقديس رح يترأسوا سيدة المطران بول مروان ثابت، رح يكون خي لنا بالصلاة وبي، رح يعاونوا كمان أربع رهبان حاضرين معنا، بير أنطوان أحمر يلي هو رئيس الجامعة جامعة الكاثوليك سابقا وعميد كلية اللاهوت، هو عنده مؤتمر للاهوت بكيبيك وحظنا حلو اليوم رح يكون معنا، هو رح يعظنا اليوم. كمان رح يعاونوا أبونا شربل فياض، شربل فياض إجا من يومين ثلاثة كرمال أول إربانة ولاد أخوته اثنين. أبونا شربي اللي هو أمه من عكفرة وهو راهب بدير كفيفين، يعني مطرح مهني ضريح نعم طلة وإصطفين وحد جربته، يعني بشخصه لح يكون جامع
الكل، نحن بنحمله بصلاتنا وهو بيحملنا. كمان حظنا حلو انه ابونا استفان فرح رح يكون معنا بالقداس. احبائي، نحن عم نحتفل وبلشنا بزمن جديد هو زمن العنصرة. ان شاء الله الروح القدس يعطينا الشفاء، القوة، حتى نضل شهود للروح القدس، نور من نور الروح القدس بحياتنا. الله قويكم. قداسنا فإذن الله حيبلش بعد شوي، وبعد القداس طبعا رح يكون وقت التأمل بخشوع. بعد التأمل رح نعمل الزياح، زياح العذراء مثل ما شايفين المحمل هون، رح نعمله حول الدير حتى لو عم بتشتي. بيقولوا بالفرنسي لا بلوي دو ماتان نمبش با لو بيلورين. فاذا لو انه عم بتشتي اكيد نحن اصلا بكيبيك، وبعدين حلو الزياح حول الدير وبننهي بيا ام الله. بعد الزياح احبائي، في لي عنا لي دام يلي بيهتموا بالارتيكل ريليجيو حضروا لنا امتي سوفينير، هو مقدم لكل عائله منكم، شمعه صغيره علي صورة سيدة الانتشار، وفي كمان بيتال وزيت من كاشيا من عند القديسة ريتا، كمان في بخور من مر شربيل، وفي كلمة حياة بعد القديس. فإذا بيكون سوفينير لكل عائلة. وبحب لكم إنه بيناتنا في كتار ريتا، لهالسبب بعد القديس وبعد الزياح رح ننزل كلنا سوا على قاعة لبنان ومنقسم بعضنا البعض الجاتو. بحب انا مش دائما بشكر، لكن بحب دائما هالمره بشكر دائما الجروب دو 22 يلي كل شهر بيحضر بديسكريشن رائعه هالاحتفال. فبحب اشكره باسمكم على كل وقت بيعطوه، على لانه عم يخلونا نصلي مع إليت. بحب كمان اذكر انه اليوم 22 ايار صار لهم سنتين الجروب دو مارش بيجو من لافال. فإذا الله يبارككم. واليوم أول المارش كان سيدنا معهم حاضر، كمان بارككم بحضور. الله يبارككم. نتمنى أنه ننطر ندخل بهالقداس بصمت وبخشوع. قالوا هو عيلت وقدم ممدي لغسدت ملكوش ما يونو حاصولي خلدحتيت له
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا شمس البر الذي أشرق من الآب قبل الدهور ومن مريم في ملء الزمن، أهلنا أن نحتفل بتذكار أمك الطاهرة بالتسبيح الروحية ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله. لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى العظيم الذي تصاغر وعظم البتول الصغيرة، إلى الإله الذي تأنس وخلص بني الإنسان، إلى الرفيع الذي تواضع ورفع المتواضعين. برخ مور ريش كوهني. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا اليوم المبارك والمقدس الآن وإلى الأبد. إننا إذ نذكر الطباوية مريم أم الله الدائمة بتوليتها، نقدمها شفيعة عنا لدى ابنها ثمرة أحشائها قائلين: أبعد يا رب بصلوات أمك عن الأرض وجميع سكانها ضربات الغضب، لاش الخطر والفتن، امنع الحرب والمجاعة والوباء، تحنن علينا، اشفي المرضى، ساعد المساكين، خلص المظلومين، وأرح الموتى المؤمنين الذين انتقلوا من بيننا، وأهلنا جميعا إلى مصير آمن سليم. برخ مور ريش كوهني. الآن وإلى الأبد. صلواتك ما حسب المبوعة
أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. Actes des apôtres. Bénissez-moi, mon Père. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins.
élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez, David. On l'entendait. David, en effet, n'est pas monté au ciel. Bien qu'il dise lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sur tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Gloire à Dieu toujours. » السلام لجميعكم وما روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول، قال يسوع للسامرية، صدقيني يا امرأة، تأتي ساعة فيها تجدون للآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، أنتم تجدون لما لا تعلمون ونحن نجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن فيها الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، فعلى مثال هؤلاء يريد الآب الساجدين له. الله روح، وعلى الساجدين له أن يسجدوا بالروح والحق. حقا والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح والبركات.
بلكم بونسوار جميعا. بداية بحب اتوجه من سيدنا بعطفة الأخوة والصداقة واطلب منه البركة قبل هالكلمة اللي كلفني فيها رئيس الدائرة أبونا بيير. نحكي بهالمناسبة كلمة هيك بسيطة عن من أجواء العنصرة والمناسبة اللي تجمعنا، مناسبة القداسة. يوم الأحد احتفلنا بعيد العنصرة، حلول روح القدس على الرسل. بتشوفي الكنيسة لحد اليوم هو انطلاقة الكنيسة، الكنيسة كمؤسسة. الرسل أعطيوا المواهب، أولاً موهبة الحقيقة، وهن وخلفائهم يعلمون الحقيقة على مدى الدهور وفي كل الأقطار. وأعطيوا أيضاً موهبة التقديس، الرسل ومن بعدنا الأساقفة أعطيوا من بحسب أمر يسوع المسيح ووعده لهم: اذهبوا وعمدوا وقدسوا كل الناس. بيعطون مواهب القداسة، بيصيروا قديسين. لكن كمان يوم العنصرة هو حلول وفايد روح القدس على كل البشر، وهو بتشوف فيه الكنيسة. وهيك شافوا قديس لوقا اللي خبرنا القصة الرواية سمعناها يوم الأحد، هو بانطلاقة جديدة للبشرية كل سوا. الإنسان، وجود الإنسان ككائن حي أعطي من الله، بتصورنا إياها سفر التكوين، نفخ فيه الله من روحه. نحن بشر، نحن كرامتنا ودعوتنا وقيمتنا لدى الله أن نحن من روح الله، فينا حياة الله. للأسف ما حافظ الإنسان على هالنعمة هيدي، على هالموهبة. بيقول قديس ماربولوس: مش بس الإنسان، إنسان ومعه كل الخليقة خضعت للباطل، لكن الله لا يريد هالشيء هيدا. رجع جدد الخليقة وأفاض روحه القدوس من جديد على كل ذي جسد. هذا الشيء اللي قاله بطرس على لسان الرسل وهو رأس الرسل، بيقول لما تعجبوا الناس بأورشليم كان كتار، قالوا شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ يعني في شيء مش عم نفهمه، وهودي يعني بنعرفهم مش متعلمين، وشو صار لحتى عم يخطبوا وعم نفهمهم كل واحد بلغة وعم نفهمهم شو عم يحكوا. بيقولن بيوقف هيك بطرس يصيح بأعلى صوته، ما كانش في ميكرو، كان عاي يصيح، قال لهم: اسمعوا أيها الرجال وكل الناس الموجودين بأورشليم، بذكركم ما قاله النبي يوئيل وكل الأنبياء الذين وعدونا أنه سيأتي يوم يتم الخلاص. في تلك الأيام سأفيض روحي على كل ذي جسد، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، كل الناس بيصيروا أنبياء، كل الناس بفيض روح القدس وبنعمة روح القدس بيصيروا قديسين. عشان هيك كتاب عمل الرسل بقول عن المسيحيين، مو المسيحيين أو تلاميذ يسوع، بقول جماعة القديسين. هيدي اخوتي الأحبة حبيت واقف عليها أنا وياكم اليوم هيك بكل بساطة. نحن اليوم يعني جمعونا القديسين والقديسين، القديسين بدنا نميزهم شوي. هودي القديسين، القديسين بنسميهم الأبطال، المثال، النموذج، الشفعاء. هودي بترفعهم الكنيسة على المذابح لما بتعلن تطويبهم، بتعلن قداستهم، بكونوا هودي من صنف نحن من داخل الكنيسة، لكن هن بنسميهم الجبابرة، العظماء. ومشكلتنا نحن بلبنان، اللبنانيين والشرق، ما عندنا قديسين هيك يعني متوسطين، كلهم عظام. يعني مارشال، بيقولوا مارشال بيل دي سيراف، أمر كل العالم كلنا. أنا نحن هون بكندا، أنا كنا من المكسيك، روح شوفوا بأستراليا مارشال بيل معروف. نحن هون بصير في خطر إخوتي الأحبة، خطر مش أنا عم أقوله، بنبه لقله كمان رجل عظيم الكنيسة اسمه البابا فرانسيس، كلنا بنحبه، تحبوه البابا فرانسيس مش هيك؟ وجه رسالة مؤخرا من شهر، إذا تعرفوها، عن القداسة، عنوانها افرحوا
وابتهجوا. بيحكي فيه عن القداسة. بيقول في خطر. في خطر. بيقول لنفكرن فقط بالذين تم تطويبهم أو أعلنت قداستهم عن القداسة. لأن الروح القدس ملت يفيض القداسة في كل مكان في شعب الله المقدس والأمين. عيش بأمانة. لأن الله قد شاء أن يقدس الناس ويخلصهم. أول كلمة وجهها الله لأب المؤمنين إبراهيم بيقول له سر أمامي وكن كاملاً. الكل مدعوون إلى القداسة. بقول هيدي تجربة كبيرة. بقول قداسة البابا لكي نكون قديسين ليس من الضروري أن نكون أساقفة أو كهنة أو راهبات أو رهبان. كثيراً ما نتعرض لتجربة لتجربة التفكير أن القداسة محجوزة للذين يمكنهم الابتعاد عن الانشغالات اليومية، يعني بالمحبسة أو الدير، ليكرسوا وقتاً أكبر للصلاة. ليس الأمر هكذا. رأس الكنيسة عم بيقول ليس الأمر هكذا. هذا ليشجعنا ولحتى يذكرنا بمسؤوليتنا. كلنا سوا نحن مدعوين أن نكون قديسين. حيث نكون أنت مكرسة أو أنت مكرس مثلنا رهبان، كن قديساً بعيش تكرسك بفرح. أنت شخص متزوج، كن قديساً بحبك واهتمامك بشريكك كما صنع المسيح مع الكنيسة. أنت عامل، كن قديساً وأنت تتمم عملك بصدق وكفاءة في خدمة الإخوة. أنت والد أو والدة أو جدة أو جد، كن قديساً بتعليمك الأطفال بصبر أن يتبعوا يسوع. هيك هلو الكبار هيك بيحضنوا الصغار بشجعون. أنت صاحب سلطة، كن قديساً بالنضال في سبيل الخير العام والتخلي عن المصالح الشخصية. إذن هذا الشيء إخوتي الأحبة نحن لازم نتذكروا. عيد العنصرة لازم تذكروا كل مرة منكون بوقت مقدس مثل هلأ هالنهار هيدا 22 من كارسو، زمن مقدس زمن الصوم في مكان مقدس بمزار القديسين. وهون صار عنا نشكر ربنا هيدي بصلواتكم وبحضوركم. صار كأنه بالفعل كأنه مزار هيك بنص لبنان بأرض القداسة. كل مرة نحن نقول هون بنكون موجودين بنتذكر دعوتنا بداية. نتأمل بالقديسين هالأيقونات الكبار هاللي بيشجعونا. بقول قداسة البابا القديس هو مثال، هو بيشجعنا. القداسة ممكنة، بشت فينا، بتشفع فينا. لكن نحن نتذكر دعوتنا، عمادنا، تثبيتنا. نتذكر نحن نلنا الروح القدس. بيقول برسالة الأحد القديس بولس بيقول الذين يقتادون اللي بيسيروا بروح الله هم أبناء الله، يصبحون أبناء الله، يصبحون ينالون هذه القداسة، هذه النعمة. إذن كل مرة بيكون بزمن مثل اليوم مقدس بمكان مقدس مثل اللي صار أكيد بحضور سيدنا والكهنة والمؤمنين جاي من كل المناطق وجايين هيك يتأملوا بالقديسين العظماء. هذا نحن نتذكر، نرجع كأنه نتجدد، كأنه يوم عنصرة جديد يفيض الروح القدس في قلوبنا، في أذهاننا، في إرادتنا، إنه نحن لا بدنا دائما نتجدد، نصنع أحسن ببيتنا، بمحبتنا لبعضنا، باحترامنا لبعضنا، بعملنا، بأمانتنا. هودي كلنا سوا، هودا الشيء اللي ناخده نحن من هالوقت هيدا اللي بيتمنى للكل. شفعائنا مار شاربل، دي سيريتا التليانية لكن لبنانية، يعني هي بحبوها كتير. أكيد ركم رحتوا على كاشا، بكاشا في دايما كل يوم في لبنانية أكتر من التليان وأكتر من الزوار ولكن المؤمنين من كل العالم. تكون شفيعتنا شوية أبو الريس أنه هي شفيعة الأمور المستعصية. ما في شيء مستحيل. مثل ما قلت
الملاك قال للعذراء مريم ليس على الله من أمر مستحيل. إن شاء الله هيك بتكون بتعلمنا الثقة المطلقة. مار شاربل بيعلمنا الثبات والعناد في خطنا في سيرنا، العناد في إيماننا، هيك نثبت عليه وين ما كنا. والله يباركنا ويبارك سيدنا وحضوره والريس والرهبان هون، وإن شاء الله هيك كل 22 شهر وأكثر كل أحد منعيش جو هالقداسة هيدا. والله يبارككم، آمين. نؤمن بإله واحد، يتلو المد بحضلوه والوطلوه دم حاد طليو ونبسو الطيب توخ اعول البيت وسهود بهايك لو تقود شو صلوا علي ميت المرا الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما قدم إليك أبناؤك من قرابين عربونا للحياة الأبدية، آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم.
لا سيما الطوباوية وليدة الله مريم سيدة لبنان وسيدة الانتشار، والقديس مارون والقديس أنطونيوس، خاصين بالذكر قديسنا القديس شربل الذي نتبع دربه بدرب القداسة. نذكر اليوم أيضا القديسة ريتا وكل من تسمى باسمها واتخذها شفيعة في حياته. اذكر اللهم أبائنا وأخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، عبديك عماد وصمر أبو سليمان. نصلي من أجل موتانا، من أجل الذين رحلوا إلى دنيا الآخرة، نصلي من أجل الذين طلبوا أن نذكرهم في صلواتنا وفي قداسنا، ونصلي من أجل عائلاتنا ومن أجل دعوات سخية في الكنيسة، ونصلي من أجل بعضنا البعض. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مطبخ الله. السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك. السلام معكم يا إخوتي في الكهنوت. السلام معك يا خادمة المذبح. السلام معكم جميعا أيها الإخوة. Par toi, Seigneur, nous soyons bénis et rendus dignes d'avoir une fin heureuse, celle que tu promets aux hommes de paix. Aussi, nous te glorifierons et nous te rendons grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que ces saints mystères, Seigneur, nous obtiennent le pardon de nos fautes et nous aide à devenir des artisans de paix et de justice, nous te glorifions et te rendons grâce maintenant et à jamais. Mahabbatullah al-Ab, wa na'amat al-Ibn al-Wahid, wa sharikat wa hulul al-Ruh al-Qudus, ma'a jami'aikum ya ikhwati ila al-Abad. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لبيتك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق ومجيد. Celle de l'Assemblée des Saints et de la multitude céleste pour te rendre gloire
et t'acclamer en disant: قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك القدس، قدوس وبيومو هودك دم حشودي لي مع بيت حي نساب اللحم بيدا وقديشو تو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار ساب أخول مني كل خون هونو ديني تاو فغرو دين دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقسي وما تيهاب حوصو يطحوبي والحاي دلعو لم علمي هو خانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدا وكادو مار سابشتا ومني كل خون هونو ديني تاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشهدو ما تيهاب حوصو يطحوبي والحاي دلعو لم علمي وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا: كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي واذكروا دفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والكنا ونسألك مغفرة الخطايا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك
الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ترأف بنا وبكل ميراثك، ارضى هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك. اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة، واعدد أباءنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، مار بول مروان مطراننا والمحتفل بالذبيحة، مار عمط الله أبانا العام وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب. Seigneur, envoie ton esprit sur les chrétiens vivants dans des contextes difficiles pour que, par l'intercession de Saint Charbel et Rita, ils soient soutenus et seront disponibles pour annoncer Jésus. Seigneur, nous te prions. Yeah. Seigneur, envoie ton esprit sur notre communauté, sur les premières communions de toutes les paroisses et leurs parents, pour que, remplis des fruits de l'Esprit Saint, nous rendions témoignage de l'Évangile auprès de tous ceux que nous rencontrons. Seigneur, nous te prions. Seigneur, envoie ton esprit sur ceux et celles qui souffrent, qui sont malades, sur ceux et celles qui se sont confiés à notre prière. هذا الوقت أحبائي يلي نذكر
كل الأشخاص يلي طلبوا منا أن نصلي لهم حتى بشفاعة ديسي ريتا مارشاربيل بقوة الروح القدس يحصلوا على قوة الشفاء. نذكرهم بصمت بقلوبنا. بخص بالذكر روز ماري ليا أزي وليد رولا ألكسندر رين وكل أحبائنا نسألك يا رب اذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم سيدة الانتشار ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومار أنطونيوس والقديسة ريتا ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعم طلة والتوبويين الأخ استفان وأبونا يعقوب والقديسين كافة. ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد لا سيما عماد سمر وفريد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مقامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع وروحك الحي القدوس إلى الأبد. كما كان هيمنان وقربنان حطمنان وقصنان أخارستيا قود لحمش مايونو فغرو دملتو ألوهو بشم آبو حايو الحاي دبلو حيدويو وتشو يلدي مني روحو تكتشو شرويو شملويو خطوم وتخيد ميه وبشماي وبرعه حادة له شرير برخه ملياه لقلوبه منيه انون حايد العلام ومين مترسيس مد موران يشون شيخه عالفغر قديشه شم ابو وبرو روحه تقدشه حايد موران موشوتان بلغوتو حيوتو موشوتان حيوتو ولو تتخارني حطوغت سعاري خدوم روتو يا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك
لك المجد إلى الأبد. أمين. لنصلي. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. أمين. أمين. السلام لجميعكم. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع، وليسأل الأقداس تعطى للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء والأرض، له المجد. تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أحبائي، بالنسبة للمناولة بتمنى منكم أنه تتقدموا للمناولة من الألي سنترال وترجعوا إلى أماكنكم الليل لاترال. في أبونا لحي يناول على الجهة اليمين وعلى جهة الشمال، كمان لح يكون في أبونا على التريبيون. روح المسيح قدسيني، جسد المسيح خلصني، يا دم المسيح أسكرني، يا ما جنب المسيح جسد المسيح خلصني.
يا رب نعترف والتسبيح لك نقدم من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا. يا محبا للبشر ارحمنا. اسكنوا في خبابك مددته أحبائي، قبل البركة الختامية بحب أذكركم بحدث على صعيد كنيستنا بموريال يلي هي الاحتفال يلي بيسموه عندنا بزحل بيسموه خميس الجسد سلافات ديو. نهار الخميس ب 31 أيار سنة الألف هالسنة الساعة 7:30 مساءً نحن مدعوين كلنا سوا نشارك الكنيسة اللاتينية بهالتطواف يلي بيصير بشوارع المدينة، فإذا كلنا مدعوين حتى نتشارك مع بعضنا البعض مع الكنيسة اللاتينية بهالاحتفال. من بعد البركة في عنا مثل العادة وقت تأمل مع العذراء مريم مع شربل مع القديسة ريتا. من بعد التأمل رح نطلع بالزياح خلف المحفل حول الدير، وبالنهاية منخلص قدام الكنيسة بزياح يا أم الله. مثل ما قلت لكم بالبداية في سوفينير لكل عائلة من القديسة ريتا من كاشيا من مارشربيل ومن أيضا سيدة الانتشار. من بعد يا أم الله والختام نحن مدعوين أنه نتلاقى بسال دو ليبان حتى نقص الجاتو مع كل اللي اسمه ريتا وكل أحبائهم. بحب أذكركم أنه الاحتفال القادم 22 حزيران لح يكون يلي هو بتعرفوا شهر حزيران هو لقلب يسوع، لح يكون حول قلب يسوع يلي هو مليان حب لإلنا، وسيادة المطران أنطوان نصيف لح يحتفل ويترأس بالقديس. بحب أذكركم كمان أنه دائماً على شمال المسبح عم بيكون في الجروب دو مارش يلي هني بيجوا مشي من كنيسة مار يوسف بلافال، بيتنطلقوا كل نهار 22 ساعة واحدة إذا بتحبوا تشاركون. واليوم بيسائب ذكرى السنتين لانطلاقة هالجروب. الله يبارككم. بحب أشكر سيدنا على ترأسه هالاحتفال وعلى بركته بحضوره. بحب أشكر كمان بير أنطوان أحمر على الوعظة يلي بدلنا على القداسة. السلام لجميعكم. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلاً غير فان، لا تجعلنا مأكلاً للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام
يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. شط طويل بقلبك بيوت،
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Notre Père, je vous salue, Marie. وإليك صوتك
أيها الإله الممجد بقدسيه مجدا لا نهاية له، يا من كنت محور حياة ريتا واستهويت قلب الأبي شرب، فاعتنقا الحياة الرهبانية في الدين ومنحتهما النعمة والقدرة على التجرد عن العالم، فعاشا معك ولك بالتكرس التام وإكرام والدتك مريم. نسألك أن تمنحنا نعمة أن نحبك ونخدم إخوتنا كما أحبك شرب الوريدة وكما خدما الآخرين. أيها الإله القدير، يا من جعلت ريتا شفيعة الأمور المستحيلة وأذعت قوة شفاعة شربلة بعجائب ونعم شتى، امنحنا بشفاعتهما قوة النفس والجسد ونعمة الشفاء للمرضى والمتألمين. آمين. أبانا الذي في السماوات، السلام عليك يا مريم، المجد للآب والابن والروح القدس.
يا عبر الله
سيدة لبنان فليباركنا الثالوث الأقدس الآن. آمين.